هاشينو منو لك شكو لك طب السماء وحشيات ولك فوضى في السماء ابو نعمتي اعصابك شبيك مو حتى المعزوفه اخترعت وانت شدكم هنا عازمين على عرس خالتك غير حفله التخرج لك بابا حفله التخرج شنو انتوا طلاب احنا اشترينا البطائق الخاصه بالحفل من الفيسبوك فيرست كلاس وليست ايكونومي هلا انه بيشرب هاي ايكونومي لك بابا هذه حفله ما جامعه انت جاي بالشرب شنو الشرب غاشك يا فؤادي لحظه ماكو شرب ماكو شرب وانت شنو جانب البرمودي وهذا النايك الاصلي ما شفته بابا انا ما عليه بالنايك انت لابس برمودا يعني ما تدخل للحفله يعني انت مشكلتك البرمودا غير طبعا هاي البرمودا عمي نزعتها لك خبل انت ايش تسوي نزعتها لك تخبل هذا راح البس مال خالي قل لي ما تدخل بعد هذا خو رسمي روح ها غالي وغالي رزق ورزق عائلتي غير قاص بطايق وجاياني بفلوسي رزق ورزق عائلتي فلوسك يعني هسه انت عندك بطايق يا فؤادي للامانه العلميه انا ماجر الاخر تاكسي فقال لي اكو حفلة لطالبات وطلاب جميلين وانا قلت له مستعد اجي وياك وعلى اثرها اخذ من عندي 73,000 دينار الا ربع لا غير ودمتم سالمين والله ما شوفني البطايق غالي وغالي لا تصير مطب راسي هذني البطايق لو مو هذني والله ذني البطايق بعد شكو هاي يا عيني دخلوا هي خربت حبايب بس عندي سؤال عاشت اسامي انتوا طلاب؟ لا ولا انتوا قرايب واحد بهاي الحفله ولا انتوا خريجين جامعه قبل ولا دغرم بي ولا لكم علاقه بواحد بالجامعه؟ حبيب الجامعه الوحيده اللي اعرفها هاي اللي كلبتوني بيها الشرطه احنا شكول جامعه انا غير بايق النعال مال ابويا من الجامع زين شنو علاقتكم لعد بهاي الحفله؟ يا فؤادي سؤالك وجودي ها انا عرفت حضرتكم تحبون الفنانين فعلى هذا الاساس جاي تسمعوهم لا صر ساذج يعني البارحه كنت سهران ويا الفنانين حبيبي يا فنانين يا بطيخ احنا جايين على مود الحاتات على مود الطالبات وعذبني طالبات عذبني طالبات استاذ بس اقول لك شغله الله يخليك اتمنى تسمعني وتفهمني يعني انتوا جايين بس عشان تحرشون بالبنات؟ ممكن تغير منطوق السؤال؟ هاي حفله مال طلبه. وانا من عشاق الطلبه، اموت على الانيق اشيك اشيك، لك غالي وغالي، انت مبين انسان محترم وتعبان على نفسك، ليش اهينك؟ ليش ارسلك؟ خليك بحالك. شو خليني بحالي حبيبي؟ هاي الحفله اليوم تحتفل بيها اختي، انا جاي اعذر تخرج اختي. صح. وانت هذا اللي مزوجك؟ غالي وغالي، طببني جوه. قل لي هاي اختي وما تحارش بيها شوف هذا الطايح حظ انا اعرف البطايق تنباع كل من هب ودب اصلا ما جنان ولا اختي اخويا انت كلش مكبر الموضوع شفتني ادب سزية عارات ولد شوارع لا عاد شنو انتو احنا انقص غالي وغالي الله يطيح حظك انا افضل ادفع لكم فلوس البطايق وتروحون انا افضل الخيار مع العرق وانا افضل تاخذ اختك وتروح لمصلحتك ولمصلحتنا ومصلحتي الجميع هذا هو اخذها واروح استاذ هي اختي ابتلت على امرها جت البنيه بالسوق تتحرشون بيها بالشارع تتحرشون بيها بالمول تتحرشون بيها هذا اهم يوم بحياتها صار لها 4 سنين تتعب حتى اليوم تجي تعتبر بتخرجها همين لحقتوها والله العظيم قهرتني طاحي حظ صدق هسه شنو ذنبها البنيه تنولد بهيج مجتمع يعني يوم تخرجها والله العظيم هذا المتعهد الباع البطايق بالفيسبوك والله العظيم ما يستحي والله متتقهر بالله العظيم امشي